تنضم إلينا من الخرطوم سهام سعيد مراسلة الغد. سهام، في ظل هذا التصعيد الكبير والمستمر كما تابعنا، ضعينا بآخر المستجدات الميدانية لديك. نعم، مرحبا. هذا الصباح يعني هنالك اشتباكات على ما يبدو او نوع من القصف النفسي سمع في مدينه دوندرمان في الاحياء السوداء، وهنالك ايضا قصف واصل الطيران الحربي لمناطق في شرق مدينه الخرطوم. وطبعا اي نوع من القصف واصل الطيران يكون هنالك رد بواسطه المضادات الارضيه لقوات الدعم السريع. وعموما الوضع مرشح لان يكون هنالك طبعا المزيد من الاشتباكات خلال هذا اليوم كما تعودنا، في ظل يعني عدم وجود اي نوع من التهدئه بين الطرفين. ماذا عن سيطره قوات الدعم السريع على مقر الشرطه؟ نعم، مقر قوات الاحتياطي المركزي وهي وحده قوات خاصه ويعني تعتبر من القوات الضاربه وتستخدمها احيانا القوات المسلحه في العديد من المعارك، كانت قبل هذه المعارك التي انطلقت في الخامس او اندلعت في 15 من ابريل الماضي. يعني هي وحدات مدربه تدريب خاص للشرطه السودانيه يتم استخدامها احيانا في معارك تشارك القوات المسلحه في هذه المعارك. هذه القوات لديها معسكر رئيسي ومقر رئيسي في جنوب مدينة الخرطوم، وهو معسكر كبير ومتراب الأطراف، ويوجد به كما قلنا عناصر مدربة، يوجد به أسلحة. والدعم السريع ظل يهاجم هذا المقر أو ظلت المعارك تدور حول هذا المقر لحوالي يعني 6 أيام، منها 3 أيام كانت اشتباكات، والثلاثة أيام الماضية احتدت يعني الاشتباكات وحدة المعارك بين الطرفين. بالأمس يعني كما قالت قوات الدعم السريع في بيان لها والعديد من الفيديوهات وشهود عيان وتداول هذه الأخبار، تمت السيطرة من قبل قوات الدعم السريع على هذا المقر.